السلام عليكم، ازيكم احلى شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مع اللعبة المنتظرة بشدة، اللعبة اللي بيبحث عليها جميع الناس، لعبة روكيت ليجا من شركة ايبك جيمز. يا شباب، لعبة روكيت ليجا سايتس ويب من شركة ايبك جيمز. طبعا نزل نسخة من اللعبة دي شبيهة بيها، لكن النسخة الأصلية من روكيت ليجا سايتس ويب من شركة ايبك جيم معاكم دلوقتي، تقدروا تحملوها على طول، مفيش فيها أي مشكلة. طبعا اللعبة مش عايز أقول لكم، طبعا لعبة جميلة جدا مدعمة باللغة العربية، تقدر تلعبها وسهلة جدا، وتقدر تسجل فيها بكل سهولة. طبعا كان في بعض المشاكل في تسجيل اللعبة، لكن ان شاء الله النسخة اللي موجودة ديت هتقدر تسجل فيها بكل سهولة. كل اللي انت هتحتاجه، اللي انت اول ما تحمل اللعبة هتدي طبعا السماح بالصلاحيات اللي اللعبة بتحتاجها. هنا طبعا بيقول لك هنا تسجيل الدخول بحساب الايبك جيمز او اللعب دون اتصال، يعني انت عايز تلعب اوفلاين من غير ما تتصل بالانترنت، او اللي انت تسجل من خلال الايبك جيم. طبعا هو يدخلك على موقع عشان خاطر، على صفحة الايبك جيم عشان خاطر تسجل الايبك جيم. طبعا اللي عنده حساب الايبك جيم بيقدر يسجل عادي، انا عندي حساب الايبك جيم، فانا طبعا سجلت دخول من خلال الايبك جيم. بس هو هنا جايب لك برضو تحت الايبك جيم في الفيسبوك وفي جوجل والكلام ده، بس انت لازم تعمل حساب على الايبك جيم عشان خاطر تلعب اللعبة دي. طبعا ناس كتير كانت واقفة تقول لك ما بعرفش اسجل فيها، لكن هي لازم تعمل حساب على الايبك جيم عشان خاطر تلعب اللعبة دي، هي خاصة بشركة ايبك جيم. في الاول يا شباب، بعد طبعا ما بتعمل تسجيل الدخول وخلاص وبتخش على اللعبة، بيديلك في الاول حبة تدريبات كده على السيارة اللي معاك عشان خاطر تعرف الاتجاهات، وازاي اللي انت تعمل دفاع، وازاي ان انت تقدر تدخل الكرة جوه الجون مثلا في الاتجاه التاني. فهو لازم بيعلمك على حبة حاجات كده بالسيارة اللي معاك. بعد ما بتخلص خالص بيدخلك بقى، بتطلع بقى على الواجهة الرئيسية بتاعتك وتشوف بقى شكل اللعبة عاملة ازاي. طبعا هنا في المتاجر، في المتجر اللي موجود خاص باللعبة ده اللي هو الباس بتاع المتجر الباس، ففي حاجات طبعا اذا اي متجر، يعني في حاجات في الاول تبقى مجانيه، وفي حاجات طبعا انت لازم بتشتريها من خلال المتجر. بعد ما بتخلص خلاص بقى بتخش بقى بتلعب عادي بقى مع اشخاص تانيين. عندك هنا في اللعب التنافسي، طبعا انت غير مصنف، انت لسه في الاول، ففي حاجات غير مصنفه. فطبعا هنا واحد قصاد واحد او اتنين اللي هو الدول والدبل، لو انت عايز تلعب مثلا مع قصاد واحد او اتنين قصاد اتنين. طبعا كلنا بنسأل عن حجم اللعبة. حجم اللعبة يا شباب 870 ميجا فقط، ملهاش استكمال ملفات. اللعبة بعد ما بتخلص هي بتحمل اللعبة عادي من الرابط، بعد كده هي بتنزل وبتكمل بقى خلاص في اللعبة، لكن ما فيهاش بقى باقي ملفات. يعني 870 ميجا، يعني يوم ما يبقى فيه شوية دات ولا حاجة هيبقى مثلا في 900 ميجا، مش هيبقى أكتر من كده إن شاء الله. إن شاء الله برضه أنا هسيب لكم الرابط في الوصف أسفل الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك في القناة، ولو لسه ما اشتركتش اتمنى ان انت تشترك وتنضم للقناة عندي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنساش الكومنتات يا شباب، لو في اي حاجة خاصة باللعبة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ان شاء الله هجاوب على حضراتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.